الدولة العباسية، كما أن مما أوغر صدر مؤيد الدين ضد الدولة العباسية أن كبار رجال الدولة ما كانوا يحترمونه أو يجلونه رغم أنه كان الوزير الأول بالدولة، وقد نص على ذلك يوسف البحراني في كتابه الكشكول المسمى أنيس المسافر وجليس الحاضر في الجزء الأول في الصفحة 10 بعد 100 والصفحة 12 بعد 100، حيث قال ما نصه: وكان الخليفة المستعصم بالله قد أكب على اللعب والطرب واللهو والتمتع بالملاهي، وألقى أزمة أموره إلى الوزير المذكور، فاستبد بالحل والعقد والأخذ والرد، إلا أن مقرب الحضرة لم يكونوا يحترمونه ولا يجرونه مجرى الوزراء في آداب التوقير والاحترام، فكان كثيرا ما يتألم لذلك حتى تغيرت نيته وتكدر صفو إخلاصه، وجرت لذلك أسباب أخر، وكتب رسالة إلى السيد محمد بن نصير الحسني حتى قال: ثم دبر من الأمر ما دبر حتى أهلك تلك الدولة ودمر. وقد حكى لنا العديد